جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. ألاحظ فيما ألاحظ في ثنايا هذا السؤال أنه تقدم لخطبتها شخص، لكن تقول إنه ليس هناك تكافؤ بيننا من حيث السن ومن حيث العقل كما تقول، وتخشى أن يكون هو الذي قام بعمل ما تسميه بالسحر. ما هو توجيه الشيخ صالح؟ أما فارق السن فهذا لا يؤثر. طيب، هذا لا يؤثر، يجوز أن يتزوج الكبير بالصغيرة وأن تتزوج الكبيرة بالصغير، ففارق السن لا أثر له. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين وعمره يقارب 50، وعائشة في 6 من عمرها رضي الله تعالى عنها. فالمدار على صلاحية الزوج، على أمانته ودينه ولو كان كبير السن. وكذلك المرأة الكبيرة لا بأس أن تتزوج ممن يصغرها في السن ما دام أنه صالح للزواج منها. وأما إذا كان أنه ليس عنده كفاءة عقلية كما ذكرت السائلة، نعم، يعني وهذا النقص في عقله يؤثر على العشرة الزوجية وعلى الحالة الزوجية، فهذا عذر لها في رفض الزواج منه، لأنها لا مصلحة لها من الزواج من مثل هذا. وأما أنه هو الذي عمل السحر، نعم، فهذا ظن واتهام يجب أن تتركه. نعم.